الحاله ديال الويكلو انا تكلمت فيها مره وجود لها، من غير المقبول ان المباريات ديال كره القدم في الدوري الاحترافي تلعب بالويكلو. نتفهم انها تلعب بالجمهور ديال الفريق المستقبل اللي غيلعب في بلاده تيرانو يكون حاضر الجمهور. تلعب المباريات بلا جمهور، حنا راه ما كنسعاوش اننا نطوروا الدوري الاحترافي، نكونوا واضحين. الدوري الاحترافي ولا كره القدم كتلعب بحضور الجمهور، والجمهور جزء لا يتجزأ من كره القدم. كيف ما يمكنش نبداو الماتش الا ما كانش حكم، راه ما يمكنش نلعبوا مباراه الا ما كانش جمهور. الجمهور هو اللي كيعطي ديك الحيويه للمباراه. مفهمين بان منع التنقل بسبب الشغب والجمهور ما بغاش يتساعد وكذا، ولكن ما يمكنش انا كنقول الانديه كتعاني ماديا وازمه وكذا وكذا، ونجي حتى الفرقه اللي هي مدخله بلادها نحرمها من الجمهور ديالها، ومن نحرمها من الجمهور ديالها نقول لها سير قلبي على موارد ماليه، وانت كتحيد لي اهم الموارد الماليه اللي هو الجمهور ديالي، ومن بعد تقول لي علاش دخلتي الازمات علاش دخلتي كذا. نظن بان هذه المساله خاصني تعاود فيها النظر بشكل نهائي. انا المستقبل جمهور يحضر، ضروري الجمهور يحضر بشكل حي. ما يمكنش حنا كنشوفوا دوريات وهذا كلشي تيران عامر، ومنين نجيو ولكن شنو غادير ملي كيجيك قرار عاملي مكتوب اش كيغادير لك؟ نعاودوا النظر في هذا الشيء، وهذا الشيء خصو تعاود فيه النظر. ماشي كروي هذا لا، اسمح لي، حنا بلاد عندنا مشروع رياضي، عندنا مشروع كروي، عندنا كرة القدم، راه مؤسسة ديال وزارة الداخلية، راه كاينين، راه كتواصل مع الناس ديال الجامعة، راه خص الناس الجامعة حتى هما يسعوا لهذه المسألة. ما يمكنش لاعبين مثلا توارقة ما عندهاش جمهور مع المغرب الفاسي ونقول له انا نلعب ويكلو، علاش غنلعب ويكلو؟ علاش غادي نلعب ويكلو؟ على الخميسات ما كانش عندها جمهور ما كتدخلش في 18 نوفمبر، علاش غنلعب؟ ما يجيش جمهور توارقة اصلا ما غايجيش، واخا غادير ما كاينش جمهور دماس، هما الجمهور دماس. اي الجمهور دماس خصو يحضر، علاش ما يحضرش؟ الجمهور ديال الزمام راه خصو يحضر، علاش ما يحضرش؟ نتفهم ما يجيش الجمهور ديال الجديدة، ما يجيش الجمهور ديال توارقة، ما يجيش، ولكن الجمهور ديال اللي غايجي يشجع فرقتك وغايعطي شوية ديال الحيوية. علاش غادي نقتلوا الكره لهذا المستوى؟ وحنا عندنا المنع، عندنا صراعات بين المسؤولين، عندنا غياب الجمهور، واش هذه كره؟ راه ماشي كره. وكنقولوا للاعبين علاش ما كيتحمسوش وعلاش ما كذا؟ حنا كنقتلوا كره بيدينا وكنقولوا بغينا نمشيوش كروي وبغينا نرفعوا المستوى، حنا ما كنرفعوش المستوى باش نكونوا واضحين، لان انا لا ما كتبغيش تدخل لي لعقلي انا لاعب عندي جمهور كيجيني واحد 10000 ولا 5000 ولا 6000 وكنقول ويكلو، علاش ندير هذا الويكلو؟ وعلاش غنحرم هذاك الجمهور؟ وعلاش هذوك اللاعبين ما حبيتش تجي؟ الجامعه كنعاود نقول لك انا ما كنتكلمش دابا على العصبه، انا ما كنتكلمش لا على العصبه لا على الجامعه، انا كنتكلم على منظومه ديال كره القدم في المغرب تكون كتحكم فيها الجامعه ولا كتحكم فيها وزاره الداخليه ولا الحكومه اللي بغى يتحكم فيها. راه ما يمكنش نلعبوا كره القدم بغياب الجامعه. دابا بان لي شي بالغ عاوتاني ماتش ديال تطوان، تطوان مع ويكلو ما يمكنش. شوف هذا الاستثنائي ممكن داكشي اللي وقع ديال ولكن راه اذا السلطات ما كيهتموش اخوانا خصك تعرف الاخبار كاين تما الناس استثنائي ممكن ولكن باش تجي باش دير الماتش ديال الكره الشعار العادي هو الويكلو، واللي ماشي عادي هو يكون حضور الجماهير، وهذا راه ماشي مقبول. خاص الجماهير تكون حاضره في الملعب ونشجعوا الا بغينا كره القدم تزيد لقدام. خاص الجمهور يحضر في الملعب، والجمهور حتى هو خصو يعرف من انه يحضر، يشجع باحترام، ينتقد باحترام، يشجع الفريق ديالو ويسير الماتش كيف ما بغات تكون النتيجه، خصو يصفق على الفريقين بجوج ويخرج.